انتهت المحكمة إلى عدم أمانة الأم لتكون حاضنة لابنتها لارتكابها أفعالاً تتنافى مع الشريعة والأعراف وتمس الشرف، ولذلك تؤول حضانة الطفل عائشة هشام إلى والدها هشام فتحي عبد العزيز. شتني أوضتي أوي. تعالى الشنط الكبيرة دي حطها في الأوضة الكبيرة، ودول حطهم في أوضة شوشو. حاضر يا هاني. حاسس بتقع بس. مش عارف أقول لك ميرسي بقى ولا أقول لك إيه. ميرسي على إيه بس؟ اقعد أنت زي الملك، وانا هخش اعمل لك قهوه عشان تفضي دماغك من القرف اللي احنا شايفينه من الصبح. اه والله. انت عارف ان انت اغلى حاجه في حياتي ولا لا؟ عارف. خيانة حصلت من هنا. هنعرفه يا عم مخلوف، والله العظيم هنعرفه. يعني يخش بيتي ويبقى تلميذي ويبيعني؟ القاضي ما حكمش بحضانتها لابوها الا لما شاف الفيديو اللي شوشو بترقص فيه. طب وايه المشكلة؟ دي مع امها وجدها. الكلام ده كان زمان يا زهرة. الدنيا دلوقتي اتغيرت. الواحد من دول يبقى فاسد ومرتشي وياكل مال النبي. لكن ده مش شايفينه بيصلي يبقى خلاص. بريء ومحترم. كده بقيتي زي القمر يا شوشو. بقيت كول؟ ايوه يا حبيبتي بقيتي كول، بس اعملي حسابك بقى يا كول ان احنا هنبدا خلاص دروس الباليه. بجد؟ ايوه طبعا بجد، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. صباح الخير. صباح الخير. ايه يا حبيبتي؟ انت لسه ما جزتيش ولا ايه؟ لا انا هاي متاخره النهارده. روح انت وانا هبحصلك. غريبه انا، مش متعود منك على كده. معلش بقى النهارده اكسبشن. خد شوشو معاك، ركبها للغز بتاعها. حبيبتي بجد ميرسي على كل حاجة بتعمليها عشان. انت عارف ان انت اكتر حاجة بحبها في حياتي ولا لا؟ عارف. يلا شوشو. يا رجب هات مراتك واطلع لي حالا. يلا
حبيبتي الساعة بقت 4. هتفرق ايه يا بابا 4 ولا 5؟ اصحي بقى على اعمل لك نسكافيه ولقمه تاكليها. مفيش داعي تتعب نفسك. ارتاح لك راحه يا حبيبتي. ارتاح من ايه؟ وانا ورايا حاجه ولا شو هترجع من المدرسه ولا هذاكر لها؟ لا ولا هاكلها؟ قلت لها ما بحبش النغمه دي. مش دي جميله بنتي؟ جميلة خالص. خلاص ايه بس؟ كنت عملت زيك كده مع البلاوي اللي انا شفتها. كان زماني مت من زمان. بتشر عليك، بتشر. يلا يا حبيبتي. يلا قومي خدي دش. على بال بقى ما اعمل لك نسكافيه واحطه لك على النيل. في الشمس اللي قربت تغيب دي. قاعدة ملوك ما تلاقيهاش الا عند مخلوف الانونجي. الو، ايوه دكتور عبد الله. في شركه جديده بتاعت توريدات اسمها الكي، ممكن تشوف لي مقرها فين او مين المندوب بتاعها؟ ويا ريت بقى لو صوره من السجل التجاري بتاع الشركه او الضريبي اي حاجه. وبعدين بقى دي طلعت تبع هيئه الاستثمار، اكيد ليك هناك حد يعرف لنا الشركه دي باسم مين بالظبط. مش هينفع نسيب البنت الليله كده. يعني ايه نسيبها؟ دي برضه لحمكم ودمكم، وانتوا عارفين السواد اللي ما بين ليلى وجميله. عندك حق، بس ليلى بتحب شوشو. هي ليلى دي بتعرف تحب اصلا ولا انت ليك راي تاني؟ خلينا في شوشو. هتعملها احسن معامله. ليلى مش غبيه عشان تعملها وحش وتعدي هشام. انت ما بتاكليش. مش عارفة، نفسي مسدودة قوي. عندك برد ولا ايه؟ جايز، حاسة اني عايزة اركع. ايه نمت؟ اخيرا. على فكرة البنت دي مامتها كانت مدلعاها قوي، مش ممكن. هتدلعها ايه بس؟ دي كانت شد عليها طول الوقت. انت فاكر الشدة دي ايه يعني؟ حاجة حلوة؟ التربية ما فيهاش كده خالص. وقت الشخط شخط، وقت اللعب لعب، وقت الجد جد. هو دي يا جد انت؟ هي مش نمت وخلاص. لا 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 ما ترديش. لا ده بابا. ايه؟ الو؟ معلش حبيبتي انا اسف، اضطريت اكلمك في وقت متاخر. لا طبعا ما يهمكش، اتكلم اي وقت. متاخر ايه بس؟ اتكلم في اي وقت. انت كويس؟ انا تمام يا روحي. بس في خبر حلو قوي ما قدرتش اجله. خير؟ اتفضل. انا قدرت اتواصل مع سفاره فرنسا وحصل بالظبط زي اللي حصل مع سفاره ايطاليا بالنسبه لموضوع المستشفى بتاعتي. بجد؟ ربنا يخليك يا بابا، ميرسي. هشام اهو سامعك، سلم عليه. مساء الخير يا سعاده السفير. يا ولاد يا عم ربنا يخليك، انت ما عندكش اخوات، ربنا يخليك. سلطان ده انا اختك. مين ده انا اختك؟ ده انا اختك. مين؟ يا سلطان انا اختك، اختك سحر. امال مين الرجال اللي واقفين هنا؟ رجاله ايه بس يا سلطان؟ ما فيش حد، احنا في بيتنا. انا جيت بيتنا. امال ايه؟ جيت بقوه الدفع. طب قعديني بقى. طيب قعديني احسن، ده انا تعبان. خدوا مني الموتوسيكل وادوني دي. في ايه يا بابا؟ حرام عليك روحك. يعني ايه؟ يعني كفايه بقى الدوحه اللي انت فيها دي. لازم تفوقي وتخرجي للحياه وللناس. هتفضلي حابسه نفسك هنا لحد امتى؟ الناس اللي انت بتكرهيهم دول بياكلوا وبيشربوا وبيخرجوا وحياتهم ماشيه. انت الوحيده اللي حياتك مشلوله.